حلو والفيلم جديد وان شاء الله تتبسطوا. الفترة دي احنا بقالنا فترة نفسيتنا كلنا تعبانة، فاحنا ننزل في الفترة دي عشان الناس تتبسط شوية مع احتفالات اكتوبر اهو، فيلم اهو بتاع الناس تبقى يعني بناصر اكتوبر، وربنا ينصرنا في الفيلم وتحيا مصر. عملنا بروفات كتير جدا عشان خاطر لما الفيلم ينزل الناس صدقنا ما يبقاش حاسين ان احنا مش عارفين نمثل ادوار كويس وهي ادوار صعبه، بس احنا برضو عشان الفيلم كوميدي، هو مش الكتكات، الكتكات فيلم عظيم وفيلم دراما، فتمثيل فيه لازم يبقى بالظبط. احنا فيلم دمه خفيف برضو، فاحنا مثلنا الادوار ببساطه مش بالصعوبه اللي انت فيه.